الأكلات مليانة حكايات من كل عصر وزمن فات، مع بعض هندور على أصلها ونشوف تاريخها وفصلها ونعرف حكاية أكلة. لا تخلو مائدة في شهر رمضان منها، فهي طبق من أشهى الأطباق اللي ظلت مرتبطة بالشهر الكريم على مدار سنوات طويلة، حتى أصبحت تبنى من أجلها أفران مخصوصة في هذا الشهر. حكايتنا النهاردة عن الكنافة. لأصل الكنافة روايات كتيرة جميعها بيرتبط بشهر رمضان. الرواية الأولى بترجع أصل الكنافة للعصر الفاطمي في مصر، عندما استقبل المصريون الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أثناء دخوله القاهرة، وكان وقتها شهر رمضان، فخرج الأهالي لاستقباله بعد الإفطار وهم يتسارعون في تقديم الهدايا ليه، وكانت الكنافة من بين الهدايا. أما الرواية الثانية فبتقول إن صانعي الحلويات في الشام هم اللي اخترعوا الكنافة وقدموها خصيصا إلى معاوية بن أبي سفيان كطعام للسحور، وذلك لتفادي شعوره بالجوع الشديد في نهار رمضان، وظلت معروفة باسم كنافة معاوية. وفي رواية أخرى بترجع أصل الكنافة للخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، وبتؤكد إنه هو من سماها كنافة، حيث اشتق اسمها من كلمة كنف أي رعاية الخليفة. وهناك رواية أخرى تقول أن أصل الكنافة بيرجع للعصر العثماني وقت حكمهم لنابلس قبل مئات السنين، وتطورت الكنافة في نابلس الفلسطينية فيما بعد وأنتج منها أصناف كثيرة أشهرها الكنافة النابلسية. للكنافة طرق تقديم مختلفة ومتنوعة، لكن غالبا ما كانت تحشى سواء في الشام أو في مصر بالمكسرات التقليدية والزبيب، وكان أهل الشام بيحشوها بالقشطة وأهل مكة المكرمة بيفضلوها بالجبنة دون ملح، إلا أن المصريين في السنوات الأخيرة تفننوا في طرق تقديمها وفي الإضافات اللي ضافوها إليها، وبقينا نشوف الكنافة بالمانجا وبالشوكولاتة وحتى بالآيس كريم. لتظل الكنافة نجم مائدة البيوت العربية والمصرية على وجه الخصوص، وخاصة في شهر رمضان الكريم. حكايتنا النهاردة خلصت، استنونا بكرة مع أكلة جديدة هنشوف حكايتها ونعرف أصلها وبدايتها في حكاية أكلة.